ليلة 21 رمضان، يعني أول ليلة وترية السنة دي مع بعض. يا رب يا رب تكون ليلة إجابة، يا رب يحقق الأمان. يعني إحنا عندنا 5 فرص من الآن لليلة القدر، يا رب ندركها السنة دي إن شاء الله. الله أعلم هنعيش كم سنة ولد، والله أعلم هندركها ولا لا، والله أعلم موجودين السنين اللي جاية ولا لا. إحنا دلوقتي في الفرصة، ما تضيعها، امسك فيها، طلع أحلى ما عندك في 10 الأواخر، طلع كل اللي تقدر تعبد بيه ربنا. كمان اللحظات غالية، الدقائق غالية، الثواني غالية. طيب احنا جوه منزلة العبودية وفرحانين، احنا مخلصين 5 منازل من المنازل السبعة، منازل الروح السبعة، واحنا في منزلة العبودية، خلصنا التقوى وخلصنا اليقين والتوكل والتسليم والرضا، واحنا جوه منزلة العبودية، ما زلنا جواها. وحلقة عن ليلة، اول ليلة وترية. فانا الحقيقة، والبرنامج اسمه الفهم عن الله، فالحياة جاي معايا 4 أفكار للفهم عن الله حلوة جدا، وإن شاء الله بيها ندرك ليلة القدر، وإن شاء الله هي فهم التعامل مع الليالي دي إزاي. لو حصل إيه أعمل إيه، ولو حصل إيه أعمل إيه. بتكلم عن النواحي القلبية والروحية في هذه الليالي. طيب المعنى الأولاني، لو ألهمك دعوة لم تخطط لها وجرى بها لسانك فقد أراد لك الإجابة. لو لقيتي يا كندا لسانك بيجري بدعاء انت ما كنتش مخططاله، وانا مفكر انك هتدعيه، فلقيتي لسانك بينطلق وبتقول الكلام ده، انت موعود بالإجابة. ما أجراه على لسانك إلا وهو يريد أن يستجيب لك. امسك فيها بسرعة الدعوة دي، الدعوة دي هتحصل، الدعوة دي مستجابة، ده هو خلاها تجري على لسانك لأنه يريد لك الإجابة. ليه ما كتبتهاش بسرعة؟ إيه ده يعني أقوم أكتب؟ أيوة اكتبها عشان تكمل بيها 10 الأواخر. ما تحرك لسانك بهذه الدعوة دون أن تخطط لها إلا وقد ألهمك هو بها. طب والحكاية دي دايما بتحصل إمتى؟ تحصل في 10 الأواخر، عمرة، حج، فاهمين الـ10 الأوائل من ذي الحجة. طب وش معنى في المواقيت دي بتحصل الفكرة دي؟ لأن في التوقيتات دي بتكون الروح شفافة قوي. خلي بالكم الجسد ثقيل والروح شفافة، بس الروح جوه الجسد ما تعرفش تنطلق لوحدها إلا لو جسد ساعدها. فأنت ساعات تاكل تقول واكل أكلة تقيلة فمش قادر أصلي وأحس بحلاوة الصلاة، لأنك الجسد دايس على الروح، متقل الروح. يحصل إيه في رمضان؟ عمال أصلي وعمال أصلي وعمال أتقرب، والـ10 الأواخر الروح عمالة تطلع، عارف كأن كده الجسد عامل زي سور والروح كده إيه بعيدة، والروح عمالة تطلع 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 تطلع. كمان أعبد، كمان أعبد، كمان إحنا في منزلة العبودية، إحنا في ليلة القدر، إحنا في أول ليلة وترية، والروح عمالة تطلع وإنت عمال تطلع تطلع تطلع. شبت الروح على السور فشفت من الإشراقات والأنوار والواردات ما لم تكن تتخيله من قبل ولم تحلم به من قبل، فيحدث الإلهام لأنها تواصلت مع الله كما لم تتواصل معه من قبل، فيلهمها بما تقول قولي، فتلاقي إيه اللي أنا قلته ده. والله ساعات تقول إيه الكلام اللي أنا قلته ده، وبعدين تلاقي نفسك قلت كلام مش من مفرداتك، يعني أنت في كلمات بره القاموس مش بتعود تقولها. ايه اللي انا قلته ده؟ والله العظيم يا جماعه الحكايه دي حصلت معايا في عمره في رمضان، عندي كام؟ عندي 20 سنة، وانا قلتها كتير يعني، بس الملابسات بتاعتها، عندي 20 سنة، لسه متخرج من الكليه، مش فاهم حاجه اي في اي حاجه، ولا في ذهني ان انا يعني هيبقى لي دور في الدعوه، الموضوع ده ابدا مش في ذهني ابدا، بس انا بحب الاسلام قوي، بس بلاطه يعني مش فاهمه، مش فاهمه انت يا السوريين مش فاهمين يعني ايه بلاطه، يعني واحد ساذج خالص، يعني مش فاهم حاجه في اي حاجه خالص خالص خالص، بس بحب الاسلام قوي 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 قوي. وطلعت عمره، ورايح بقى اول مره اروح المدينه، مش بقى اشراقات الروح، ده الروح طايره طايره. انا دخلت الروضه، واول يوم ادخل فيه الروضه، وشاب على قد يعني، وانا ضعيف في اللغه العربيه اصلا، كنت يعني بنجح بالعافيه وضعيف في النحو جدا، الاقي نفسي بقول كلام، اللهم احيي بي سنه النبي وبلغ صوتي للافاق. وبعدين بتلاقي نفسي ايه الافاق دي؟
انا جبت، انا ما اعرفش الكلمه دي، مش من مفرداتي، انا جبت الكلمه دي منين؟ ايه الافاق دي؟ لدرجه ان انا قلت هي الافاق دي ايه اللي انا قلته ده؟ قمت كاتبها. وقررت ان طول العمر ولد عنده 20 سنه مش فاهم حاجه، اللهم احيي بي سنة. دي قصتي. دعوه انا مش عارفها، وبلغ صوتي للافاق. والافاق دي يعني العالم العربي. طب الحمد لله ربنا خلى صوتي يوصل للعالم العربي، ولا الافاق دي ابعد من كده؟ يقوم تيجي سنه 2007 ويتم اختياري من اهم 50 شخصيه في العالم، فاروح نيويورك في الحفله اللي بتتعمل سنويا لاكثر 50 شخصيه في العالم. حاضر الحفله حاجه كل شخصيات العالم، بس يطلب من 5 بس ان هم يقولوا كلمه. مين الرو موديل بتاعك؟ مين الشخصيه اللي انت بتستلهم منها حياتك؟ فاكون انا واحد من الخمسه دول. طب اشمعنى انا اللي جه عليا الدور؟ ويقولوا لي بس دقيقه ونص بس. فاطلع واقول انا الرو موديل في حياتي محمد نبي المسلمين. اتعلمت منه الحب، اتعلمت منه السلام، اتعلمت منه الاصرار، اتعلمت منه الانتماء لديني، اتعلمت منه ان انا احمل هم الناس، اتعلمت منه امد ايدي للناس للخير. بس ونزلت الاقي 10 مش مسلمين يجي يقول لي وانا كمان مدد ايدي بالخير. الاقي الويتر اللي شايل الاكل وبيقدم الاكل يجي يوشوشني في ودني يقول لي سير اي بليف ان هيم. انا صوتي وصل للافق مش العالم العربي بس. وبعدين رحت اندونيسيا الاقي من غير ما اعرف كتبي مترجمه للغه الاندونيسيه بست سيلر. انا وصل صوتي للافاق، انا الدعوه للولد الصغير اللي مش فاهم حاجه في الدنيا، بلاطه زي ما بقول لك، لا يفقه شيء، ما بيعرفش عربي، نطق بدعوه في لحظه اشراق روح في رمضان في العشر الاواخر من رمضان سنه 1990 وانا لسه متخرج من كليه تجاره. فتستجاب الدعوه وتتحقق كما دعوتها بالملي. لو الهمك دعوه لم تخططي لها في العشر الاواخر من رمضان فقد اراد لك الاجابه، وما اجراها على لسانك الا وهو يريد أن تتحقق، فامسكي فيها وادعي بها لأنها هتحصل. كنت في عمرة من حوالي 3 أشهر ومعايا شاب من السفراء، شاب رائع بيساعدني في عمل المنهج بتاع إعدادي وثانوي، إبراهيم السيوفي. إبراهيم في العمرة حكيت له الفكرة دي يعني ماشي يعني ما. قلت لهم بس اوعى حد يجري وراها أو يقعد يدور عليها، لا لا هي ما تجيش كده، هي تيجي لوحدها، لو جريت والله مش ما تجيش. فهو بيقول لي بطوف بالكعبة، وبعدين فجأة افتكرت أبويا لما جيت معاه أول عمرة وأنا صغير، وكنت قاعد معاه وهو ماسك كباية فيها مية زمزم، وقبل ما يشرب وأنا لسه صغير لقيت دموع أبويا بتنزل وبعدين يشرب زمزم. فبيقول لي فجأة ألقي في قلبي وأنا بطوف حتة دعوة، اللهم اجعل دموع أبي سقيا لجنته في الفردوس الأعلى. يعني دعوة غريبة جدا يعني كلام. بيقول لي والله العظيم لقيت ابن عمي بيتصل بيا بعدها بيومين، أنا شفت الباباك رؤية، شفت أنه هو قاعد في جنينة حلوة قوي والدنيا بتمطر حواليه. والله العظيم. ويعيط إبراهيم وهو بيحكي لك، يقول لي أنا قلت كلام مش عارف أنا قلته إزاي. وقام قايل اللهم اجعل دموع أبي سقيا حدائق جنته في الجنة. طب الحكاية دي هتحصل في العشر الأواخر؟ ده وقتها. بس خليك صاحي ومركز وما تدورش عليها. الفكرة التانية اللي كنت عايز أقولها، علاقتك بالله خاصة جدا في العشر الأواخر، فاذهب إليه خاليا تجده قريب مجيب. علاقتك بالله خاصة جدا في العشر الأواخر، فاذهب إليه خاليا تجده قريب مجيب. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ أنت ليه دايما مصر تروح لربنا كأنك في وسط الزحمة؟ أنت ليه مش قادر تتخيل إن هي علاقة خاصة جدا بين الله وبين عبده؟ ليه مش قادر تتخيل إن أنت لوحدك مع الله؟ ليه مش قادر تعيش معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ أنا معاك يا رب، أنا معاك لوحدي يا رب.
ليه مش قادر تتخيل؟ ليه بتروح له وكأنك جوه الزحمة واخد معك مشاكلك واخد معك وكأن الناس جاية معك؟ ليه مش قادر تروح له تحس ان انت رايح لربنا؟ انا جاي لك يا رب لوحدي، انا جاي لك يا رب وانا تارك ورائي هموم الدنيا كلها. وكأنك وانت بتقول الله اكبر بترمي ورا ايدك وانت بتعمل كده هموم الدنيا. ربنا قال لسيدنا موسى واخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، فانت بتخلع عليك وكأنك بتخلع معهم الدنيا. انا جاي لك لوحدي. دعاء في ركني لوحدي مش معنى كده ما تدعيش مع الناس ولا تصلي مع الناس ابدا، تصلي مع الناس وتدعي، بس انا عندي خصوصيه مع الله، انا معاك لوحدي. اما الحكايه دي في العشر الاواخر، أما مؤثرة بشكل، أما هتفرق في قلبك بشكل، هتدخلك على مكان الإحسان على طول، تعبد الله كأنك ترى على طول، على طول تدخل على طول. يعني علي عارف إن إحنا بنصلي عندنا في بيتنا صلاة تهجد كل يوم بالليل في رمضان، بس أنا ما استغناش، وصلاة التراويح مع أبويا وأمي، وساعات أنا بروح كذا حتة أدي دروس، فالوقت بتاع الليل شبه خلصان. أبدا لازم أروح له لوحدي، لا 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 لا، لازم احس بهذه الخصوصيه. بص الايه، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كله جاي لوحده. انت نسخه متفرده من ابداع الله، ليه رايحه له في الزحمه؟ انت نسخه لوحدك مش متكرره، انت لا توجد نسخه تانية منك في ابداع خلق الله، كل واحد نسخه واحده، عشان كده كل واحد وياتيه يوم القيامه فردا، لانك نسخه مكتمله من ابداعه لوحده غير متكرره. ليه رايحه له بقى وانت شايفه نفسك في وسط الدنيا اذا كان هو عاملك نسخه منفرده؟ دي من حلاوه العشر الاواخر. والله ده فهم عن الله اللي انا بقوله في الحلقه دي، والله دي قواعد فهم عن الله، ازاي تدخل على ربنا في العشر الاواخر. بصوا، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. يا بختهم السبعه دي، الناس كلها في الحر، لا وحر يوم القيامه، لا وتدنو الشمس من الرؤوس، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى سرته لأن الشمس قريبة، ومنهم من يسبح في عرقه، ومنهم من يلجمه العرق زي اللجام بتاع الفرس على شفايفه، ومنهم من يغرق في عرقه. وفي سبعة أنواع واقفين في ظل عرش الرحمن، لا مش في ظل شجرة، في ظل عرش الرحمن. السبعة دول منهم ورجل أو امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، شفته خاليا، يحط تحت خاليا 100 خط، تعرف تجيبها مرة واحدة في رمضان؟ تعرف تجيب خاليا مرة واحدة؟ مش عارف، معقولة عمرك كله معرفتش تجيب مرة انت وهو لوحدكم علاقة خاصة جدا فتأتي اليه خاليا فتجده قريب ويجيب خاليا مرة وتضمن ظل عرش الرحمن مرة مرة يا جماعة في العشر الأواخر مش عارف تجيبها؟ تخيل. بس هي سؤال، هو خاليا دي يعني قاعد في أوضة لوحده ولا ممكن تكون في وسط ألف وخاليا؟ ممكن تكون في وسط ألف وخاليا. فالإمام مسلم وهو بيشرح الحديث دوت قام قايل لك ممكن يكون قاعد في أوضة لوحده ومش خاليا، وممكن يكون في وسط ألف واحد وخاليا. وحلم لوحدك، أنا جاي يا رب لوحدي، أنا رب الركعتين دول أنا وإنت لوحدينا، أنا رب الوقت ده دعاء أنا وإنت لوحدينا، أنا يا رب فترة الذكر دي خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رغم إنه قاعد في 16. ده المعنى الثاني، ده من معاني العشر الأواخر، ده من الفهم عن الله. يبقى تاني، لو ألهمك دعوة لم تخطط لها فقد أراد لك الإجابة فامسك فيها. اتنين، اذهب إليه خاليا تجده قريب مجيب، كن نسخة منفردة كما خلقك نسخة منفردة. التالتة، أعلى درجات التوفيق أن يدفعك إلى مساحة خير جديدة لم تخطط لها. في نوعين من التوفيق الرباني، أنك تخططي الحاجة فيوفقك لها، تخططي ودعيتي يوفقك لها، بس بقى أعلى 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 درجات التوفيق أنك لخططي ولا فكرتي ويقوم دفعك لمساحة فيها خير. مين الشاطر يمسك فيها ويدخل ويجري؟ لأن ممكن دي تاخد عمرك كله. فما دفعك لها في هذه طب وإيه اللي جاب الحكاية دي مع العشر الأواخر؟ لأن دي أيام الفتح، لأن رمضان اسمه شهر الفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يصنع الفارق في حياتك. طب وزي يصنع الفارق إزاي؟ يدفعك لمساحة جديدة.
بصي علي يعني إيه من ذكريات أبوك. أنا الوقت اللي أنا طلعت فيه ما كانش فيه حاجة اسمها داعية، كلمة داعية أصلا ما كانش موجودة. يعني هو في علماء الأزهر يتكلموا، أزهريين بزير الأزهر طبعا، والأزهر له كل التقدير طبعا والحب، لكن كلمة داعية مش موجود. فاكر ازاي انت كنتش موجود اصلا؟ انا مستغرب. يعني انا سمعت انا فاكر وبعدين انا عايز اكمل كلامي وبعدين جلس يعني. المهم فما كانتش موجوده، فانا مش ممكن دايما انت بتشوفي صوره وتحاولي تعملي زيها، ما كانتش موجوده الصوره. فعمري ما تخيلت لا تلفزيون ولا اصلا انا يعني انا اتكلم في وسط الناس. امال انت كنت بتعمل ايه؟ انا بقرا 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 واحفظ 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 في القران واحفظ الاحاديث واقرا كتير جدا 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 واقعد في وسط اصحابي اتكلم لغايه ما جه رمضان. ما هو اللي عمل الفارق في حياتي. جه رمضان 1997 حاجه زي كده، كنت انت مش موجود خالص يعني. وبصيت لقيت المسجد في نادي الصيد اللي انا طول النهار بلعب فيه كوره وبلعب فيه راكت ومش عارف وايه، وبقعد بين الترابيزات اتكلم في الدين، في امام بيدي الكلمه بتاعه التراويح في نادي الصيد، بنصلي 4 ركعات وبعدين كلمه وبعدين 4 ركعات. الامام ده كان بيقول كلام جامد جدا، بس بعد 10 ايام لما الناس بدات تتلم وتتجمع جالت له سفريه لامريكا، قام واخد بعضهم سفر، فمش لاقيين حد يطلع يتكلم لان كل الائمه بقوا موجودين في مساجد. فواحد قال ده في ولد، الراجل ده انا فاكره لغايه دلوقتي، ده في ولد بيقعد بين الترابيزات بيقول كلام كويس. قالوا له ولد ولد انت بتقول ايه؟ قال لهم بس نجيبه بكره لغايه ما نلاقي حد. قالوا لي تعالى يا ابني انت تيجي بكره، بس يا حبيبي ما تتكلمش اكتر من 5 دقايق عشان ما تفضحناش، وايه وتيجي بكره وتروح. والله علي تقول لي ايه اللي وداك؟ دفعني دفعني لمساحة عمري ما كنت أحلم بيها. والله علي إيدي بتتهز كده، والله العظيم إيدي بترعش، وماسك الميكروفون وإيدي مش عارف أمسكها، لدرجة مسكتها كده بقيت ماسك في الخشبة علشان أجمد شوية. مية مية من جوه، بحرق بحرق مية مية، مش عارف أتكلم ونفسي مش عارف أجيبه، وحالتي حالة. تقولي طب وكملت ليه؟ فاكرين حلقة الخوف أم التوكل؟ دست خدت خطوة وربنا دفعني، خلصت. قالوا الله الولد ده بيتكلم، انا مش عارف انا كنت بقول ايه يعني اصلا، يعني الولد بيتكلم حلو، هاتوه بكره، هاتوه بعده، هاتوه بعده، هاتوه بعده. كملت رمضان يكمل بعد رمضان لغايه النهارده. رمضان يصنع الفارق. لو زقك لمساحه خير جديده اجري اجري وادخلي، ومعلش وتغلبي على قلقك شويه، معلش هيفتح لك هيفتح لك. ده ممكن يبقى عمرك كله، انا عمري كله راح من اليوم ده، اتغير مجرى حياتي. رمضان يصنع الفارق. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع والاخير هو القابض الباسط. فاذا قبض فاثبت على بابه واستمر في السعي، وإذا بسط فاجري خد أكبر مساحة لما بسطه لك. أما أهو ده فهم عن الله عجيب. الحياة كلها قبض وبسط. أسماء الله الحسنى هي مرآة الكون، فاسم القابض الباسط يسري في الكون كأسماء الله الحسنى. فعلى طول الحياة فيها قبض، اقفل وبسط، افتح. الرزق يمسك عنك الرزق سنة ويبعت لك رزق السنة في يوم. تقعد سنتين بتلف حوالين نفسك قبض 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 قبض، ويبعت لك شغلانة بسط العمر كله. الرزق الوقت، تقعدي 3 أيام مخنوقة ومقبوضة وتقعدي ساعة مع أصحابك تقولي كأنها الدنيا واللي فيها، قبض وبسط قبض وبسط، كل حاجة قبض وبسط. طب والعشر الأواخر؟ العبادة. في ناس تيجي تقولي أنا مش حاسة بحاجة، انت عمال تقول لنا كلام كبير وانا مش حاسه باي قرب من ربنا، انا تعبانه، انا مش حاسه بالحلاوه، انا مش قادره اكمل، انا مش قادره اتعبد بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها، انا وحشه، انا وقفت عباده، انا حاسه ان انا مش نافعه، مش فاهمه قوانين القبض والبسط. لو هي فاهمه قوانين القبض والبسط ما كانش كده. طب هو بيقبض ليه وبيبسط ليه؟ يبسط عشان يدوقك حلاوه القرب منه. شايف الخشوع، شايف القرب، شايف إشراق الروح، شايف الدموع،
شايف حلاوة البكاء من خشية الله، شايف الإحساس العميق. طب ولما يقبض يقبض ليه؟ هو أنت ما بتعبدينيش غير عشان تدوقي اللذة؟ هو أنت ما بتعبدينيش غير عشان تعيطي؟ هو أنت لو ما عيطينيش توقفي دعاء؟ هو أنت لو ما حسيتش بالحلاوة بتاعة البسط هتمشي؟ لما ده اختبار. لا يا رب. افهم قانون التعامل مع القبض والبسط في العبادة. لو قبض واقف على بابك، يا رب أنا مش ماشي، أعيط ما عيطش، أحس ما أحسش، أخشع ما أخشع، يا رب أنا مكمل معاك، هفضل عبودك، إن شاء الله يخلص رمضان وأنا ما دمعتش ولا دمعة، أنا مكمل معاك، أنا مش هوقف، أنا فاهم قانون القبض. طب ولما يبسط كمان بقى، يعني صلينا ركعتين، لا مش في بسط، خليهم أربعة، مش مبسوطة، طب ما تصلي زيادة طالما مبسوط، مش دايس على نفسك، وانت دايس على نفسك، لا انا مبسوط، طب ما تزود، ما انا تصدقت صدقه، مش لسه معاك وتقدر تصدق، طب ما تخليهم كده زياده، ما انا دعيت النهارده، طب انت حاسس بايه؟ انا قلبي مقبل عربي، يا عم ادعي زياده، ده وقت اجابه، اجري اجري، خد مساحه، خد مساحه، اسبق، يلا طير. على فكره الكلام ده في العباده وفي الرزق كمان، لو قبط اوعى تمشي وتقول ما هي مش نافعه وتحبط، اقف على بابه واستمر في السعي وخبط. طب ولو بسط، افتح شركة وشركتين وزود الفلوس وشغل ناس أكتر وأكل ناس أكتر واعمل خير أكتر. الله على قانون القبض والبسط، عايز مرونة في التفكير، عايز فهم الأول، شوف الفهم عن الله. طب وده إيه علاقته برمضان؟ ما العشرة الأواخر كلها هيحصل فيها الاثنين، هيجي أيام قبض وهيجي أيام بسط، تيجوا نفتكر الأربعة. حلوين الأربعة؟ الأربعة هيحصلوا في العشرة الأواخر يا جماعة. اللي أنا بقوله لكم النهاردة والله ما مجرد كلام، والله الكلام ده مش في الكتب، والله العظيم ده خبرة 40 سنة رمضان. اللي شفته في 40 سنة رمضان ده اللي بيحصل. الأربع حاجات اللي أنا قلتهم دول، لو ألهمك دعوة لم تخطط لها فقد أراد لك الإجابة، امسك فيها. علاقتك بالله في العشر الأواخر خاصة جدا، اذهب إليه خاليا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، روح بنسختك الخاصة تجده قريب مجيب. ها التالتة كانت إيه؟ التالتة أعلى درجات التوفيق أن يدفعك لمساحة خير جديدة لم تخطط لها. ممكن ربنا يشغلك عنده في رمضان السنة دي، ادعي يا رب شغلني عندك، يبعت لك حد يقول لك ما تيجي تشتغل معايا في إطعام الطعام، تيجي تشتغل، ليه ما تشتغلش معانا في مشروع الإحسان اللي احنا شغالين فيه؟ ابعت وادخل على ihsanlife.com وشارك معانا واملى الابليكيشن وخليه جزء من هذا المشروع، وتبقى مساحة ابتدت من رمضان. الرابعة والأخيرة، راقب قانون القبض والبسط، اوعى لو ما حسيتش بحلاوة العبادة تمشي، خليك واقف على بابه، هيفتح لك إن شاء الله، هيبسط إن شاء الله، بس يختبرك أنت بتعبدني ليه. ولو بسط يا بختك، زود بقى، لا مش كفاية ما توقفش، زود كمان، هناك اثبت، لكن هنا زود وزود وزود. دول الأربعة. حلوة الفكرة، نعيش بيهم. الناس اللي بيشوفونا، يا رب أكون فدتكم للعشرة الأواخر والليلة دي، ابتدوا بالكلام ده. إيه آخر نصيحة؟ حط جدول عبادة، مش كده داخل العشرة الأواخر وخلاص، رتب اليوم. بالليل في ركعتين أنا وربنا لوحدنا، وفي صلاة تراويح في المسجد أو مع العيلة، وفي بالليل صلاة تهجد في المسجد أو لوحدي، أدي بلوك. وبعدين ساعة قبل الفطار بساعة أو بساعتين أو بثلاثة حسب وقتك، موعدي مع الذكر وموعدي مع الدعاء، أدي 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 بلوك تاني. وبعدين أول ما بصلي الفجر بقول أذكار الصباح والمساء وادعي، أدي بلوك تاني. احمل ثلاث بلوكات في اليوم تقال غير وقت قراءة القرآن.